مزيان اش كتصحبينا امي الهرنوني حنا كنضحكوا انا راه كندوي بالصح انا كنطبقوا ما كنهضروش بلا 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 في الاخر ما كديروا والو انا عندنا مع التطبيق دابا الهضره واخا انا غادي نهضر لا انا غادي نشرح لكم اخوت انا نشرح لكم باش تعرفوا اللي كاين ان شاء الله كل شيء قريب اختي الغاليه كل شيء قريب الحمد لله ربي كبير تبارك الله على السنابي الله يحفظك اخويا راشد وراك عزيز وغالي مرحبا بكم اخوت مرحبا بكم المهم كما كتعرفوا بان يوم الزياره ديال الاخ ديالي نتوما عارفين هذا الشيء كل شيء عارف بان الزياره ديال الاخ ديالي نهار اثنين الدنيا الله يحفظك الله يحفظك الدنيا اليوم طراو شي توقعات لي انا كنت خايف في الاخر يعني داكشي اللي كان في الداخل ديالي هو اللي صدق داكشي اللي كنت كنفكر فيه هو اللي صدق علاش قلتي كما طرا شي حاجه اللي ما كناش معولين عليها ولكن الساعه دوك الحوايج اللي كنا معولين عليهم هما اللي صدقوا الحمد لله لان احنا عارفين بان خويا هذيك غادي تدور لي عقله نتوما عارفين ولكن الحمد لله ما تلقاتش الفرصه علاش لان ربي كبير يعني السيده كتضحك على خويا ديما مطمعه طاليان غادي ديك الطاليان غادي شو انا ديك الطاليان في الاخر ما كاين لا طاليان حتى شي بزاف في الاخر كنشوف خويا كان في الحبس الله يطلق صراحه يطلق صراحه الجميع لان بقى فينا ليا مرحبا بك فين انا فين الله يحفظك بيك بوي الله يكبر المهم كما كتشوفوا بان هذيك بدون ديك الاسماء كانت اليوم في مدينه الخميسات قدام الحبس ديال الخميسات من طبيعه الحال مروان والاخ ميبالا كانوا هما الاولين سبقوهم الاولين الحمد لله يعني حنا ما عندناش مع الهضره ما عندناش مع بلا بلا شي حاجه كاينه شي حاجه ما كايناش ما عندناش مع النفاق مرحبا ورده الجوري صيفط لي ميساج باش يطلع لي الكونت ديالك يطلع لي في بلاصه الميساجات المهم بارطاجيو اللايف وتشرحوا نشرح لكم شحال من حاجه وكنتمنى الله بالتريكورد نزار اللي خرج غادي لا والله يديك راه اليوم تقابلت معاه وقال لها سيري بعدي مني وان شاء الله غادي نطلقك انت هي سببي في هادشي كله راه اليوم قال ليها غير لا ما عندها نفس باقي كتطلع لايف وكتهضر الله يحفظك ليا اختي العزيزه ميلا نفنف مرحبا بك الله يحفظك اختي خديجه بارطاج اخوتي بارطاجوا لينا الله هذيك لا ما عندها نفس اليوم اش نقول لكم اليوم طرا ليها اكبر شمس العشيه تخيلوا معايا باش انتيا دير راسك بحال ما درتي لي والو تمشي تشوفيه وفي الاخر يقول لك بعدي مني بغيت نطلق انت هي سببي في هادشي كله انت مصالحه ليا معدو اعدائي هاد الهضره راه قالها ليا الحمد لله عارف بان نزار غادي يدير عقله وعارف بان هذيك معاش المستقبل هذيك غادي تطيحو في الفندق ما غاديش تزيدو قدام كيقول لك المثال الربح من المرأة والخسر من المرأة ولكن نزار خسر بسبب المرأة حاشا باش تكون مرأة لان كنعرفو حنا المرأة المغربية كتبغي الخير لراجلها والمرأة المغربية محترمة وتحية المرأة المغربية وتحية الرجل المغربي لا خوتي راه غير مروان المهم انا غادي نعاود لكم اليوم الحمد لله مروان راه مشى مدينه الخميسات وما كناش بغينا نقولوها البارح في اللايف يعني كنت بغيت دير شي حاجه خليها مستوره دق اسكات من الان في الصعيد غادي يكون دق اسكات مروان مشى وني بالا من طبيعه الحال مروان مشى شاف الاخ ديالي نزار وش نقول لكم كيعاود ديال مروان بقى فيه الحال ديال بصح كيشوف صلي واخا بقى في الحال كيشوف خويا في هاد الحاله وبقى في يعني شنو نقول لك كيهضر معايا في البريفيو كيبكي والله حتى كيبكي يعني لا انا لا مروان لا عائلتي ما عمرنا مشينا للحبس يعني بحال هاد مشينا زياره ولا حتى ولينا كنشوفوا في ديك الحاله راه لا اله الا الله الله يدير لي شي تاوي ديال الخرصه والله يطلق صراحه المهم نكملوا الموضوع صافي قال لي ما تبقيش تجي عندي وبعدي مني بعدي مني وانت هي سببي في هادشي كله اللي وقع ليا انا في الحبس انت هي سببي انت كتهضري مع اعدائي
اللي باغين يغرقوني اللي باغين يطيحوني انت حط عليهم الراس. يعني انت يا ما كنعتبركش مرتي، كنعتبرك العدوه ديالي، عطيني اتساع وبعدي مني خوتي. غير لما عندها نفس غادي تطلع لها غادي تقول لكم لا نزار كيبغيني. المره الاولى دخلتي عنده وبديتي كتحطي عليه كذوب، واخا ديك الهضره ما كايناش اللي قلتي، قلتي بان بكاعلك بكاعلك واش مازال، وقال لك سير هرب لايطاليا، واخا الهضره ما قالهاش لك نهائيا، ما قالهاش لك بتاتا. والمره الثانيه كنت دخلتي بوحدك غادي تبقاي تكذبي، ولكن الحمد لله كان مروان، يعني مستحيل تكذبي، كان مروان بطبيعة الحال. مروان قال داك الشيء اللي وقع في الزيارة، طلعي انتي تكذبي مروان غادي يحشمك. فهمتوني، كان مروان في الزيارة من طبيعة الحال عاودينا كل شيء. الله يحفظك ليا مي 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 لا نف نف، الله يكبر بك، شكرا بزاف بزاف، شكرا بزاف بزاف على لي كادو. المهم مروان كما كتشوف كان في الزياره من طبيعه الحال، تقدر هذيك تدور لي عقله، غادي تقول لي لا هكا غادي نديك لايطاليا، غادي نجمعك الوراق، غادي نطلع لك الفيزا. يعني ديما هي كتدور عقل نزار بالفيزا والايطاليا، ولكن هاد المره نزار عاقبك، عارفك اش كتسوي، عارفك بانك انت هي السبب، والحمد لله كلشي الناس عارفين بانها هي السبب. المهم نعاود لكم، يعني نعاود ماشي مشكل، نعاود الهضره ما كاينش المشكل. مروان السيدي كان في الزياره شاف كلشي، شاف بان كيقمعها كيقول ليها بعدي مني وانت هي السبب في هادشي كله، وبغيتك ما عمرك تجي عندي، وان شاء الله غادي نطلقك، طلاقك غادي يوصلك، انا بغيت نطلق. قال لي انا بغيت نطلق بطبيعه الحال. هادشي قالوا لي مروان، لان مروان هو اللي كان في كان في في الخميسات. مروان يعني تخيلوا معايا بدا كيبكي، علاش؟ لان حتى انا ملي كنت تماك راه المشاعر ديالي يعني تزعزعوا. كتشوف كان بخير على خير حتى ولا في لا اله الا الله، ولكن شكون السبب؟ بدون ديك الاسماء نتوما عارفينها، راه نتوما الحمد لله راه عندكم عقل وكتفكروا مزيان. بلا ما تبقاو تصيفطوا لي تحدي، الله يكبر بكم. جمال راهي والحمد لله، الاهم حاجه هو نزار غادي يتطلق، غادي يتطلق، غادي يتطلق، وخلي هذيك تهضر وخليها تبلبل. حنا عندنا مع التطبيق، ما عندناش مع الهضره، لان الهضره ما كتشري خضره، الهضره خوتي ما كتشري خضره. شكرا سوسو، الله يحفظك، الله يحفظك سوسو. يعني ولا كضروني مع كثرة الهضره خوتي ما كتشري خضره، شوميشه واحلى شوميشه. المهم الحمد لله نزار عرف شكون اللي باغي ليه الخير وشكون اللي ما باغيش ليه الخير. نزار نهار كيطيح كيتلاقى والديه وخوته وبعض الاصدقاء، نفس العناصر اللي بانوا في مكناس هما اللي بانوا في مدينه الخميسات. شوميشه راكي في القلب، تحياتي، فهمتوني؟ هادشي اللي بغيت نوصل لك، هادشي اللي بغيت نوصل لكم، خاصكم تعرفوا بان هذيك نهار الاول ما عمر بغات نزار الخير، بغات تطيحو. الله يحفظك ليا ميليا نفنف، الله يكبر بك، الله يحفظك. نهار الاول هي نزار بغات تطيحو، بغات تطيحو، بغات تستغلو. دابا جينا واش مشي الفضاء؟ صافي ما كنصمت، انا جالسه عندك كان ديري ميوت، ديري ميوت، ديري ميوت، ديري ميوت باش نهضر. المهم اخوتي خاصكم تعرفوا بان نزار عاق بها، عاق بان ديك السيده ما عمر شاف منها الخير، بالعكس نزار هو اللي كان كيدير فيها الخير. طلعها شهرها طلع عليها التيك توك، طلع عليها اليوتيوب، طلع عليها الانستغرام، طلع عليها باش فيسبوك، وفي الاخر طيح يا خويا في المشكل. علاش درتي بحال هكا؟ علاش؟ واش ما عندكش ضمير؟ واش انت ما عندكش ضمير؟ واش انت ما عندكش ضمير؟ شو مالك؟ والله حتى شو مالك؟ عارفه بان الوالد مريض، الوالد مريض في الاخر، طيحتي خويا في المشكل. راه ما كربصتيش غير نزار، كربصتي عائله على قدها، كلشي على البوز، والله حتى كلشي على البوز اختي ميلا نفنف.
والله حتى كلشي على البوزيا نهار الاول باغي البوز وقالتها وكما كانت باغي البوز كما غتمشي لشوف تيفي في البلاطو وكتقول لهم كنبغي طاليس ولابسه واحد التكشيطه ديال 1996 ولابسه مع فنداله يعني بلا ما ندركوا الشمس بالغربه نتوما راه شفتوا كلشي ورد الجوري عندك شي كلمه من الضيفي نبي درت شي كامل دخلات وعاونت الاخرى واش تعرف على شي دارت هادشي كامل علاش لحقاش القانون ديال اوروبا الا شي واحد دخل الحبس ما يقدرش يدخل اوروبا لمده 5 سنين وهي بغات تجلس في المغرب باش دير البوز على ظهرو وتستافد منه هل يعني هي ما باغاش تطلعو هو ما بغيش تطلع باغي تضحك عليه هي ما بغاش تطلع وباغي تضحك عليه وان فوا انه هو يدخل الحبس ما غيقدرش يطلع خاصو 5 سنين يجلس في المغرب انا نشوف عندك واحد حاجه تخليك عندك واحد حاجه تخليك عزيز هذيك النهار الاول ما عمر بغات ليه الخير بغات تضحك عليه حيت انا النهار الاول عارف بان باغي البوز داري مني انا طبيعي الحال هذيك كتكرهك في اللي يقلبهم بيض كيبغوا الخير ولاد الناس ولكن هذيك معمر بغات الخير للخويا هذيك النهار اللي بغات تضحك عليه بغات تفل عليه بغات تستغل له راه الناس كلهم عارفين هاد الهضره اللي كنقول الوحشه مكناس تحيات ولكن الحمد لله ربي كبير ربي كبير الله غادي يخلصك غادي يخلصك غادي يخلصك على داكشي اللي درتي الاول عكس على خويا تبنيت عليه عرفتي تخيلي معايا اختي العزيزه وكتشوفي بانك انت هي السبب المشاكل ديال خويا رغم ما درت بغيتي تزوري كيفاش درتي ليها كيفاش درتي ليها يعني هذا كيتسمى النفاق النفاق هذا النفاق الاجتماعي انت كتنافقينا انت كتنافقينا كنتمنى هاد اللايف يطريك خردة انت كتنافقينا يعني انت هي السبب في هادشي كله اللي وقع لخويا رغم ذلك دايره راسك بحال معمر معمره طرات شي حاجه وانت بعدا كون كانت في الخير خويا في الحبس وانت طالع مع واحد كيتغزل عليك وبارك يقول لك كلمات اللي حشومه يتقالوا شو ما تقولوا مرت الراجل واخا الانسان ما تكونش مزوجه شو ما تقولوا هذوك الكلمات واش متبقى معايا رد الجوري ولا لا نبيل بلاتي قالت لي يا ام سامي عاودي ليه راه ما سمعكش وسمعتيني شنو قلت لك انا قبيله قلت لي 5 سنين ما يمكنش يطلع ما يمكنش يطلع الا دخل بقاش وحده قالت لي راه يمكن ما سمعكش عاودي ليه فهي المره الاولى ملي كان جا من تركيا كنخرج ببراءه هذيك الساعه عادي ما عنده لا حبس لا والو والمره قالت غنعاونها باش ندخنو باش يبقى نجوج بيا نبقى انا نجي عنده ونربح على ظهرو الفلوس من تيك توك ومن اليوتيوب ونستافد منه